يعطيكم العافية أحبابي، وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم إذا الله راد بدنا نحضر وصفة حلوة لبنانية كتير كتير سهلة ومطلوبة عنا بشهر رمضان الفضيل. اليوم بدنا نحضر المدلوقة. وقت نقول مدلوقة دغري بنتذكر شهر رمضان، لأنه من أكتر الحلويات اللي بنعملها بشهر رمضان الفضيل. المدلوقة سهلة، بدها مكونات جدا بسيطة: سميد، سكر، قليل من الزبدة، وكمان في بمنطقة طرابلس بشمال لبنان يستعملوا السمن، فهون هلا انتم بالخيار، ولكن انا بفضل صراحة الزبدة. بداية انا بحاجة لكوب من السكر، بحطهم عندي بالطنجرة، بصير حرك السكر على نار وسط حتى السكر عندي بيدوب. بدي دوب السكر لبحصر على لون البني الفاتح. بمقلة تانية بدي حط كوب من السميد، وبدي حمر هيدا كوب من السميد تحمير، بس بدي حمره تحمير سخنه حتى وقتها بدي ضيف الزبدة دغري بينسجموا سوا. مثل ما عم بتشوفوا حمرته. هلأ هون أنا عندي لكوب من السميد بنستعمل 100 جرام من الزبدة. أنا اليوم عم بستعمل زبدة اللورباك الغير مالحة، يعني بيجي عليها كتيبة زرقاء. دغري بتحركوا السميد مع الزبدة لحتى بيصيروا مثل عجينة. هلا هون انا عندي السكر هون داب، صار لونه بني. هلا تنتبهوا، مجرد بيتغير لون السكر بدي ضيف كوب من المي السخنة، ولكن كتير بدكم تنتبهوا لانه بيطرطش وبيحرق، فهون بدكم تكونوا كتير منتبهين. بحرك كتير منيح الكراميل عندي، وقتها يرجع بيدوب السكر مرة تانية بطفي النار وبضيفه على خليط السميد مع الزبدة. كمان بخلط كتير بطريقة كتير كتير سريعة لحتى يصيروا خليط واحد، وبطفي النار. بصحن التقديم بتكونوا انتو دهنين الصحن بقليل من الزيت، ما تكتروا، قليل بس، وبتضيفوا هيدا الخليط اللي نحن عملناه، السميد والزبدة والكراميل، بنضيفه عنا بالصحن بكل بساطة ولا اهون من هيك. مثل ما عم فرجيكم انا هون عم بدهن ودهن بس قليل من الزيت مش اكتر، وبحط هيدا الخليط. هلأ كمان بعد بنحطه بالبراد مينيموم بده ساعة لحتى يبرد، برجع بضيف القشطة العربية الطبقة التانية. القشطة العربية أعزائي رح أترك لكم لينك القشطة العربية بأسفل صندوق الوصف. برجع شو بعمل، بحط القشطة العربية فوق الخليط. بعد ما بحط القشطة العربية بدكم تقلوا اللوبات، كاجو، لوز، فستق حلبي، انتو شو عندكم وشو بتحبوا بتضيفوا. فيكو تقلوه، فيكو تحمصوه، انتو هون بالخيار. وكمان فيكو تحطوا كمان زهر الليمون، فيكو تحطوا كمان الورد الجوري، يعني هون كمان انتو حسب الرغبة. وطبعا طبعا ما ننسى انه بتتقدم المدلوقة مع القطر اللي بنحضره. كمان القطر رح بترك لكم طريقة تحضيره بصندوق الوصف. بتمنى احبابي تجربوها، حلا كتير سهل تحضيره، طيب، مطلوب عنا بشهر رمضان، وبتمنى منكم تجربوا. أحبابي إذا حبيتوا الوصفة اضغطوا على اللايك إذا بتحبوا، وإذا بتحبوا تشوفوا كل الوصفات اللي عم نزلها بالقناة فيكم تشتركوا بالقناة عبر تفعيل زر الاشتراك مع زر الجرس حتى شو بنزل بيبين عندكم. وأهلا وسهلا فيكم دائماً.